كده المفروض ان هو بيسجل تاني اهو. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز امثل التي دي اس لاربع ستيشن، بحيث مثلا مدير الشغل عندي عايز ملخص، فانا بدل ما اديله جدول فيه كميه ارقام كتيره، انا هديله رسم بياني هيبقى اسهل بالنسبه لي. طيب امثله ازاي؟ هو طالب مني فصل، على فكره هطلب منك على فكره السؤال ده هيجي في الامتحان كده، في الامتحان الورقي يعني، وانت بتكتب يطلب منك تعمل تشارت كولم، يعني عايز رسم بياني على شكل عمدان. فاجي هقوم محدد الثلاث عناصر دي، طبعا احنا هنعملها الاكسل ان شاء الله في الامتحان، يعني اللي احنا بنرسمه ده هتكتبه بايدك يعني. خدنا الاربع قيم دول وهنعمل حاجه اسمها انسيرت، وهناخد حاجه اسمها تشارت. طبعا لو انت على حسب الفيرجن بتاع الاكسل اللي عندك تشتغل القصه دي، ممكن نعمل كليك هنا كده ونختار برضه فكره كويك تشارت من هنا اللي هو ده، او نعمل كليك تاني ونختار انسيرت واعمل تشارت عادي خالص. لكن انا في طريقه تانيه، ان انا هاخد ده كده واقوم جاي عند فوق خالص هنا كده عند حاجه اسمها التشارتس نفسها، في حاجه اسمها انسيرت وهاخد حاجه اسمها تشارت، وهعمل ايه بقى؟ وهاجي هنا اتكي على حاجه اسمها الكولم اوفر تشارت. يبقى ممكن اعمل عن طريق القصه دي، او ان انا اخد كليك هنا كده واعمل حاجه اسمها انسيرت تشارت. هي مش موجوده هنا تقريبا، بس انا ممكن اخدها عن طريق الايه؟ عن طريق الباب اللي فوق. فانا قمت محدد دول كده وجاي عند حاجه اسمها الكولم او البار تشارت، هختار ده واختار اول خيار خالص اللي هو الكولم. يعني حتى وانا بختار كده بيظهر لي الايه؟ الكولم اللي عندي. فانا هختار اول اختيار اللي هو الكولم العادي خالص، فظهر عندي تشارت اهو ان في 1 2 3 4 اربع قيم، والقيم موجوده على المحور الافقي، وعفوا الارقام دي موجوده على المحور الافقي، والمحور الراسي عليه القيم من اول صفر لحد 800، لان الارقام 200 لحد 720، ففي عندي صفر لحد 800. طبعا انت ممكن تغير حتى الارقام دي، بس احنا مش هنتطرق لده دلوقتي. هنتطرق لايه دلوقتي؟ لحاجتين. اول حاجه انا عايز تحت هنا يبقى مكتوب عندي الستيشن، عشان اقدر اقول ان واحد دي بتمثل ستيشن ايه، واقدر اقول اثنين دي بتمثل ستيشن بي، وهكذا. بعمل ايه؟ باجي هنا كده اعمل كليك على الشارت نفسه واعمل حاجه اسمها سيلكت داتا. عملت سيلكت داتا، لقيت عندي 1 2 3 4، دول الاربع قيم اللي موجودين تحت هنا كده 1 2 3 4. بعمل حاجه اسمها ايديت، وبعدين بختار الكلام اللي انا عايز احطه. انا عايز احط ستيشن اي وبي وسي ودي بنفس الترتيب كده، واعمل هنا كده واعمل ايه؟ اوكي. فظهر عندي هنا كده الايه؟ الاربعه ستيشن اللي عندي كده. بقى عندي اربعه ستيشن اللي هم اي وبي وسي، والقيم بتاعتهم هنا. طيب المفروض دايما المحور الرأسي ده والمحور الأفقي ده بيبقى لازم يكون له مسمى، عشان اقدر اقول ان ده بيمثل ايه وده بيمثل ايه. فاحنا عندنا تحت ده بيمثل ايه؟ بيمثل ستيشن. فهاجي هنا فوق هنا كده في حاجه اسمها في الباب حاجه اسمها ادد شارت الاليمنت، واختار حاجه اسمها حاجه اسمها الاكسس تايتل، وبفعل حاجه اسمها الهوريزونتال او البيرمال هوريزونتال، فيظهر لي حاجه اسمها الاكسس تايتل، بتك عليها كده وبكتب انا المحور الافقي ده بيمثل ايه؟ بيمثل المفروض الستيشن، فاقوم كاتب هنا كلمه ستيشنز. طيب المحور الرأسي بيمثل ايه؟ يقول ان هو بيمثل برضه نفس القصه، اجي عند ديزاين فوق حاجه اسمها ال شارت، اختار حاجه اسمها البريمري فيرتيكال او المحور الايه؟ الرأسي. طب ده بيمثل ايه؟ المفروض ده بيمثل التي دي اس اللي هو العنصر اللي انا هقيسه في الميه اسمه تي دي اس. لو انا عايز اكون واقعي اكتر، المفروض ان الارقام دي لازم يكون لها وحده، فانا هقيسها بايه؟ هقيسها بحاجه اسمها ملي جرام على اللتر. طبعا هناخد الكلام ده كله لسه بعد كده، يعني ايه ملي جرام على اللتر؟ هناخده بعد كده. بس في الاخر اتفقنا ان انا في الاخر جيت عند المحور الراسي وكتبت تي دي اس اللي هو 200 300 500 550، ده بيمثل التي دي اس. وعلى المحور الافقي كتبت الايه؟ كتبت الاستيشن. ايه تاني ممكن اعمله برضه؟ طبعا انت ممكن تعمل حاجات كتير جدا، يعني ممكن تحط الاكسس نفسها تبقى موجوده عندك، تبقى واضحه عندك، ممكن تحط الهوريزونتال يبقى واضح عندك، ممكن كمان تكتب القيم دي فوق الارقام دي، ده كله متاح بالنسبه لك. بس احنا عايزين نعمل بس ده، عايزين نعمل بس الايه؟ الصوره دي. لو احنا عايزين نغير برضه، ممكن نغير نتك كليك على اسم التايتل هنا ونغير، نقول ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الشارت بتاع التي دي اس،
يبقى ده الشرط بس بتاع الرئاسه، عشان ممكن اعمل شرط تاني للتربيلتي، ممكن اعمل شرط تاني لدرجه الحراره، ممكن اعمل شرط تاني للمنجنيز للحديد، ممكن اعمل اكثر من ايه، اكثر من شرط. طيب مين يقدر يقول لي الاستيشن واحد ولا عفوا ايه ولا بي ولا سي ولا دي احسن من حيث الاملاح؟ يعني ايه واحده فيهم تي دي اس بتاعته كويسه او حلوه؟ لازم يكون في مرجع او كود او ستاندرد هو اللي يقول لي ان الرقم بتاع التي دي اس او الاملاح المذوبه في الميه لو تجاوز الرقم ده ما في مشكله، لو اقل من الرقم ده ما فيش مشكله. فلازم يكون في ستاندرد. فان شاء الله برضه في السكشن الجايه هناخد ان كل عنصر من عناصر الميه له ستاندرد. فالستاندرد بتاع التي دي اس هنفترض هو ده الصح يعني 500. هاجي اعمل ايه؟ هاجي عند حاجه اسمها فورمات هنا كده، واعمل حاجه اسمها انسيرت لاين. هاجي هنا فوق هنا اخد لاين، عايز تعمله برضه كليك يمين تختار مش مشكله، انا هاخد هنا انسيرت لاين، هاخد اللاين ده واجي عند رقم 500 ده واعمل خط هنا كده. الخط ده بيمثل ايه؟ ممكن نخليه اسمر كمان كده، وممكن نيجي عند طبعا انت الفيديو معاك ممكن ترجع ليه بعد كده، ممكن نخليه داش بالشكل ده كده، فبقى ايه ممكن نزود بقى داش هنا كده. بقى عندي ال 500 ده بيمثل الليمت بتاعي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو قيمه التي دي اس عند الاستيشن اعلى من 500 يبقى فيها مشكله، اقل من 500 ما فيهاش مشكله. فمثلا عندنا بعد ما رسمت الشرط ده اقدر اوضح ايه؟ اقدر اقول له ان الستيشن ايه والستيشن بي ما فيهمش مشكله قوي، بالذات الستيشن ايه لانها بعيده قوي عن الايه عن الرقم ده، فدي ممتازه، دي برضه ممتازه ما فيهاش مشكله. لكن السي ودي عندهم مشاكل. ليه عندهم مشاكل الاثنين دول اللي هي السي والدي؟ عندهم مشاكل عشان قيمه التي دي اس اعلى من كام؟ اعلى من 500. ممكن كمان ازود احط هنا تكست، اكتب هنا كده على الخط ده كده، ازود هنا كده على الخط ده واعمل حاجه اسمها ليميت هنا كده. نعمل تاني معلش. طب باشمهندس، نعم، هو مش مفروض برضو الاملاح بيبقى ليها قيمه وما تقلش عنها؟ ما انا لسه هقول الكلام ده، بس الكلام ده لسه هناخده بعدين، احنا بس عايزين نعمل بس تمرين لايدينا في الاكسل. لكن ان شاء الله بعد كده احنا هناخد حاجه اسمها الستاندرد ليميت او المواصفات القياسيه في الكود المصري ومنظمه الصحه العالميه وكل ده، وهناخد بالظبط ايه الليميت المعين ليه. هل هي الميه تشرب؟ لو ميه تشرب المفروض مثلا ايه اقصى حاجه يعني ما عديش ال 500، لو هي ميه في الزراعه ممكن اعدي ال 500 عادي. الارقام دي هناخدها بعدين بقى باستفاضه اكتر، لكن انا بس عايز دلوقتي بس اقدر اضرب ايدي على موضوع الايه؟ موضوع الاكسل. ماشي كده؟ تمام. فده الشكل النهائي اللي احنا وصلنا له. انا عايز منك ايه بقى؟ نرجع تاني كده لل بي دي اف. ده كده البي دي اف هو اللي معانا اهو. انا عايزك تعمل ايه؟ انا عملت هنا للتي دي اس، عملت هنا كده للتي دي اس اهو، التي دي اس احنا كنا لسه عاملينه دلوقتي. انا عملت لي التي دي اس ده كده. انت مطلوب منك في البيت اقعد ضرب نفسك بس لحد دلوقتي، انا مش طالب منك ان انت اسمه ده تعمله دلوقتي، هنحتاج منك بعدين القصه دي. انا عملت التي دي اس، انت ممكن تعمل الدي او بنفس الطريقه اللي انا عملتها، ممكن تعمل البي او دي طبعا مش نفس الطريقه، ممكن تعمل طرق افضل مني كمان، يعني انت ممكن تعمل حاجات احسن مني في الحتت دي. فانت اهم حاجه يبقى الشكل واضح والناس كلها تفهم منه القصه دي. المفاجاه ان انت عندك الاجابات تحت اهي اللي احنا عملناه دلوقتي. احنا كنا عاملين التي دي اس اهو، عملنا الستيشنز وعملنا التي دي اس وعملنا الليمت بتاعك هنا. انت ممكن تعمل نفس القصه دي لكل البارامترز دي. نفس الاكتيفيتي دي او نفس السؤال ده ممكن يتعمل بس بطريقه ثانيه، ان هو عايز يشتغل على الفصول السنه بقى، مش عايز يشتغل على الستيشن، لا عايز يشتغل على فصول السنه. فانت ممكن تعمل برضه تشارت بيشمل التربيتي على مدار الاربع شهور على الاربع فصول، نفس القصه التي دي اس. فهتلاقي الحل بتاعك برضه موجود تحت هنا كده، هو محلول، احنا كنا عاملين ده قبل كده. نفس القصة برضه لو أنا عندي حاجة اسمها ووتر كواليتي اندكس وستيشنز برضه، دي هناخده بعدين برضه. يعني ووتر كواليتي اندكس ده هناخده بعدين إن شاء الله. برضه عايز يمثل ده للأربع برضه محطات، فدي برضه سهلة جدا أنت ممكن تمثله. فالموضوع بسيط جدا، الإكسل محتاج بس إن أنت تراجع لو برضه في فيديوهات على اليوتيوب، اسألني أنا اللي أنا شرحته دلوقتي حاجة صغيرة ممكن ترجع لها بعد كده لو حاجة وقفت معاك. في الاخر وصلنا للشكل ده. ده كده شكل توزيع التي دي اس على نهر ل في اربع ايه، في اربع ستيشن. في حد عنده سؤال في الحته دي يا جماعه؟
في حد عنده اي سؤال في الحته دي؟